الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. المسألة الثالثة: أن في هذه الأحاديث دليلا على أن أحكام الاعتكاف سواء بين الرجال والنساء، فكل حكم في الاعتكاف نحكم به على الرجال، فإننا مباشرة نحكم به على النساء سواء بسواء من غير تفريق بينهما، إلا بدليل فاصل، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في التشريع العموم، والمتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا، إلا بدليل الاختصاص والعكس بالعكس، هكذا نص العلماء رحمهم الله تعالى.